كل حزب سياسي براغماتيا راح يختار شخصية سواء فنية ورياضية اللي تكون عندها قبول شعبي حتى يضمها، وهذا شيء موجود في كل الدول وحتى في كل الأزمان، يعني مش فقط في التسعينات. لكن ما نلصقوش للناس أشياء اللي ما داروهاش. نعم يعني ما الارسيدي ما نعرفوش. نعم. إذن سيد محمد عزيز الدرواز، أنت قلت رؤساء أندية أوشوا إلى رئيس راحل عبدالعزيز بوتفليقة بأن الشعب كان يرفضك آنذاك، أو الجماهير الرياضية كانت ترفضك، هل لك أن تعطينا بعض الأسماء لهؤلاء رؤساء الأندية الذين أوشوا لبوتفليقة؟ إذا كنت رافض الإجابة ممكن بإمكانك تضرب. لا مش رافض الإجابة، أنا ما نحبش نشخص في أجوبة نتاعي، خاصة في بعض الأحيان الناس اللي ممكن نفكر عليهم متوفاو، إذن ما عنديش جواب. سعيد علاق كان من بين الشخصيات التي ممكن ذكركم على نكتة. نعم. لكن نكتة عشناها، كانت مباراة في نص نهائية في كرة القدم في كأس الجزائر، واخذت قرار مسؤول لظروف أمنية. أنا ذاك مقابلات لعبت في 5 جويلية. خديت قرار قبل القرعة. كانوا 4 أندية تأهلوا إلى دور نصف نهائي. قبل هذا في دور الربع نهائي كان مشكل كبار، عاشوا من الملعب 20 أوت بين نادي حسين دي ونادي شباب بلكور، مشكل كبار وصاروا إصابات تاع الناس إلى آخره. خديت قرار لحماية الأشخاص وممتلكات بأن في الدور النص النهائي كانوا 3 أندية تاع العاصمة زائد شبيبة القبائل، مولودية العاصمة، اتحاد العاصمة، شباب بلكور وشبيبة القبائل. لا مش شباب بلكور، نصر حسين دي. نصر حسين داي. نصر حسين داي. إذن خديت قرار أن الفريقين تاع نفس الولاية اللي يخرجوا في القرعة المباراة تتلعب في أكبر ملعب الولاية، 5 جويلية. إذن كان ملعب 5 جويلية، وخرجت في القرعة نادي مولودية الجزائر اتحاد العاصمة. خلاص نمت يعني قبل اتحاد العاصمة مولودية الجزائر. نعم. إذن هذا القرار هذا بالنسبة لي يتطبق. نعم. ورئيس فيدرالية علم المسيرين الأندية بالنسبة هذا القرار. سعيد علاق رفض هذا. ثم رئيس الاتحاد العاصمة رفض هذا القرار اللي ما كانش قرار يمس الاتحاد العاصمة، كان قرار جماعي لظروف أمنية. ثم جاوني تدخلات شخصيات تاع هذاك الوقت، شخصيات كبيرة الدولة، وطلبوا مني المباراة تتلعب في ملعب بولوغين. شخصيات أما ملعب بولوغين أنا عمي شخصيات وطنية بعد طلب رئيس الاتحاد العاصمة. إذن ملعب بولوغين غير المجنون اللي يفكر باللي يجاوب بين على ظروف أمنية نص نهائي كرة القدم كأس الجزائر بين مولودية الجزائر والاتحاد العاصمة.